يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب رد السلام على الكافر كما هو واجب رده على المسلم؟ هذا ظاهر الحديث، نعم. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. هذا عموم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى السلام، فإن سلموا عليكم فقولوا عليكم، فيرد عليهم إذا سلموا، والظاهر الوجوب. نعم.